مشيتي بان معشا خاطري مشيتي صالح منزلي منزلي كلشي فيو كلشي ما عندي ما نقول السلام عليكم. السلام عليكم. كيف نعمات شي بخير صحه لاباس سي ايوب السلام عليكم. السلام. ممكن تقول لنا هاد الشباكيه الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 30 درهم ثمن مناسب وهي كنقاد ديال الدار ديال الدار واخا كاين الغلاء شوف الاسعار ما بقينا حنا محافظين على نفس الجوده ونفس الاثمنه تاع العام الفارغ. العام الفارغ كنا كنبيعها 30 درهم كثر كنبيعها بهذا الثمن. مزيان صبروا شويه مع الكليان معاه. ايوا اش بديت دير؟ كاين شي شويه ديال الاقبال؟ لا عندنا الكليان الحمد لله الكليان ديال ذاك العام قاعدنا تا وتيبان لي الطبل عندك هنايا متنوع متنوع كاين الجزائر تاع تونس هذا ديال تونس هذا ديال السكري معروف راه غني على التعريف والاثمنه بشحال؟ 40 درهم كلشي 40 درهم كلشي 40 درهم ديال السكري ولا قاربين في الاثمنه داك الشيء ديال تونس واخا وهذا ديال البلاد هذا ديال البلاد شحال داير؟ هذا ديال مصر عفوا هذا ديال مصر ديال 25 درهم وهذا 20 درهم هذا ديال اللي عندك حتى سميتو حتى الريب الريب في الجيتا هو تنجيلو ليه 15 درهم اترونس معروف شحال 15 15 درهم تاع اترونس في الجيتا ما فيه فانيد ما فيه لا ديال الطار تاعو اوكي وبالنسبه لايترو راك شي ايترو ياك ايترو 15 درهم اترونس هو شي تكون معروف هي الاترونس صافي مزيان بالنسبة للعصير اخويا ايوب عصير ديال الليمون ديال الليمون خالص الله ماشي معايا دري وقت لا نبدا نعصر ليه قدامو نطحنو ليه قدامو كان هذا حاط الشونتيو اللي بغا كنعصرو كنعصرو عليه مزيان والثمن اخويا ايوب الثمن 15 درهم الليترو الليترو مزيان مع ما زيد يجي فيه لا ما لا والو كلشي قدام الكليان مزيان بالنسبة للعنوان اخويا ايوب ديالك العنوان تتواجد في عين اتسي معروفة عين اتسي كيجيو السويقة السويقة ديال عين اتسي كتجي في طريق 3 الاف في الاقفاز وكتدخل مع السويقة لا معروفه بسويق بوق نبول بوق نبول معروفه السويق ديال بوق نبول يعني بنادم ما عندي يعني تعريف ما كتواجه حدا الحمام الحمام تحت الحمام راه حنا في لاكور التجاري شناب ديالك سميت الحمام الحمام الزهر واحد الزهر واحد بالنسبه للرقم ديال التليفون ديالك باش الناس المحبين ديالنا اللي بغا شي حاجه مرحبا بهم مرحبا بهم المحبين ديالك الباجات ديالنا وراه الله يحفظك العنوان نمره التليفون 06 13 27 50 20 ما عندي ما نقول السي ايوب الله يسخر لكم الله يسر الامور